مرحبا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار كورونا التي نرصد فيها آخر تطورات الوباء، انتشاره وتداعياته وما يثار حوله من تساؤلات وإشاعات ومخاوف. والبداية بالعناوين. وفيات أمريكا تقترب من 80,000، ومساعد إيفانكا ترامب مصاب، وثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض محجورون صحيا. الصين وكوريا الجنوبية تحذران من موجة ثانية للفيروس، والمسنون الأتراك يخرجون للشوارع بعد شهرين من الحجر. في إيطاليا دعوات للسكان لترك المدن والإقامة في قرى مهجورة من أجل خفض مخاطر أوبئة مقبلة. فرنسا تبدأ الخروج من العزل الصحي بعد شهرين من الإغلاق، وبرج إيفل يحيي العاملين الطبيين عبر شاشة عملاقة. عربيا، إعلان عدن مدينة موبوءة، وكنائس دمشق تفتح أبوابها من جديد، وحزمة إجراءات سعودية جديدة لمواجهة الفيروس. في الاقتصاد، المزارعون الإيطاليون يزرعون الأرز بكميات كبيرة في ظل الإقبال على استهلاكه. وفي الرياضة، ناد دنماركي يبتكر حلا يمنحه مؤازرة الجماهير من دون حضورها للملعب. وفي نهفات كورونا، يوتيوبر سوري شهير يمازح عائلته بعطسة وهمية في وجوههم. بداية مشاهدينا، نستعرض لكم آخر الإحصاءات حول انتشار فيروس كورونا في العالم. عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء في كل بلد. العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وصل إلى 4,200,1505 إصابات. أما عن حالات الشفاء حول العالم فقد بلغت 1,505,557. وعن الوفيات حول العالم فقد وصل الإجمالي إلى 284,155 وفاة. في ترتيب أعلى 10 دول بالإصابات بكورونا، الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت بالترتيب الأول بعدد إصابات إجمالي بلغ 1,367,963، وعدد وفيات وصل إلى 80,787. إسبانيا ثانيا بعدد إصابات بلغ 264,663، وعدد وفيات بلغ 26,621. روسيا ثالثا بعدد إصابات بلغ 221,344، وعدد وفيات بلغ 2009. رابعا بريطانيا بعدد إصابات بلغ 219,183، وعدد وفيات 31,855. إيطاليا خامسا بعدد إصابات وصل إلى 219,070 حالة، وعدد وفيات بلغ 30,560. فرنسا سادسا بعدد إصابات بلغ 176,970، وعدد وفيات بلغ 26,380. ألمانيا سابعا بعدد إصابات بلغ 171,880، وعدد وفيات وصل إلى 7,575. البرازيل ثامنا على مستوى العالم بعدد الإصابات الذي وصل إلى 163,427، وعدد وفيات في إيطاليا وصل إلى 11,168 وفاة. تركيا تاسعا بعدد إصابات إجمالي وصل إلى 138,657، وعدد وفيات بلغ 3,786. إيران عاشرا وفق الإحصاءات الرسمية، إذا وصل عدد الإصابات في إيران إلى 109,286، وعدد الوفيات في إيران 6,685. هذه الإحصاءات صدرت صباح اليوم، وقد يطرأ عليها أي تعديل لاحقا.
يخضع 3 مسؤولين في فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا لحجر صحي بسبب احتمال تعرضهم للفيروس. وقالت وسائل إعلام محلية إن مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية روبرت ريدفيلد وعالم الأوبئة أنتوني فاوتشي الذي يعمل مستشارا للبيت الأبيض قد وضعا نفسيهما في حجر صحي بعد مخالطتهما مصابين بالفيروس. والمسؤول الثالث هو ستيفن هان الذي يترأس إدارة الغذاء والدواء وهي الهيئة المكلفة بالإشراف على المواد الغذائية والأدوية. كما كشفت مصادر إعلامية أن المساعدة الشخصية لكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد. حذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين من حدوث موجة ثانية من الوباء في وقت لاحق من العام قائلا إن التفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد وفي أي وقت. يأتي ذلك تزامنا مع بيانات جديدة للجنة الصحية الوطنية في الصين التي أظهرت تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في أعلى عدد منذ 28 من نيسان أبريل وبزيادة عن حالة واحدة سجلت قبل يوم واحد. أعرب أتراك تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق عن فرحتهم بعدما سمحت لهم الحكومة بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ قرابة الشهرين في خطوة تندرج ضمن إجراءات تخفيف قيود الحد من فيروس كورونا المستجد. سكن الفراغ والهدوء شوارع تركيا وأزقتها طيلة 60 يوما بسبب القيود المفروضة حرصا على التباعد الاجتماعي. اليوم فتحت الأبواب أمام كبار السن حيث سمح لمن يزيد عمره عن 65 عاما بالخروج. يجب أن يسمحوا لكبار السن مثلنا بالخروج خلال أيام الأسبوع. ما الذي يمكننا القيام به الآن في كل مكان مغلق؟ لا يمكننا فعل شيء. يجب أن يأخذوا هذا في عين الاعتبار. الحدائق الصغيرة امتلأت بكبار السن، فكل يمارس هواياته ملتزما بقواعد التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كارتداء أقنعة الوجه وترك مسافات كافية بين بعضهم البعض لتحميهم من الفيروس. كان الإجراء الذي يقيد حركة كبار السن أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لوقف انتشار الفيروس التاجي بما في ذلك إغلاق المدارس، في حين يعتبر قرار خروجهم أول قرار لتخفيف القيود، حيث من المقرر إعادة فتح الحلاقين ومراكز التسوق. حث مهندسون معماريون إيطاليون السكان على ترك المدن والإقامة مجددا في قرى مهجورة في الجبال والأرياف، وذلك للتخفيف من الخطر القادم لأي أوبئة جديدة. وقال المهندسون إنه من الحماقة الاعتقاد بأن الحياة ستعود ببساطة إلى ما كانت عليه قبل أن يفتك فيروس كورونا المستجد بشمال إيطاليا ويجبر البلاد على الإغلاق، مشيرين إلى أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وعملية. بعد شهرين من الإغلاق بدأت فرنسا الخروج من العزل الصحي الذي فرضته تداعيات كورونا، وفي الآن ذاته طالبت السلطات من المواطنين باحترام تدابير الوقاية لتجنب موجة ثانية من الوباء. بخطى حثيثة تتجه فرنسا لرفع قيود الحجر الصحي الذي فرضته تداعيات كورونا الذي جعلها تواجه أسوأ حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قررت السلطات بدء حركة القطارات وغالبية المدارس، وبذلك تحذو فرنسا حذو ألمانيا ودول أوروبية أخرى في هذا الخصوص. كما نعلم في منطقة إل دو فرانس التحدي كبير، حيث يوجد عادة 5 ملايين شخص في المنطقة يستخدمون وسائل النقل العام، وعلينا أن نقسم استخدام وسائل النقل العام على 5 في أوقات الذروة.
وفيما احتفى برج إيفل بجهود طواقم الطبية التي واجهت كورونا، أكدت السلطات الصحية أن جهود طواقمها كانت مثمرة خلال الحجر الذي أنقذ آلاف الأرواح، مشددة على تكثيف تلك الجهود في المرحلة المقبلة، ومحذرة في الآن ذاته أن الوباء ما زال نشطا ومتحولا. هذا التحذير استدعى إبقاء قيود الحجر في بعض المناطق، خاصة في ضواحي باريس وشمال شرق البلاد، حيث سيبقى نحو 27 مليون فرنسي تحت قيود الحجر وفق ما أعلنت السلطات، التي تأمل في توسيعة نطاق رفع القيود لاحقا ليشمل مناطق أخرى في البلاد. وسجلت فرنسا 70 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، وهي أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحجر المنزلي منتصف آذار، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 26 ألف مقابل 177 ألف إصابة، وسط تراجع ملحوظ لحجم الضغوطات على أقسام الطوارئ في المستشفيات. وعزت مصادر صحية هذا التراجع لانحسار عدد المرضى في المشافي بمقدار 36 شخصا من أصل 2000 ونحو 800 حالة كانت في أقسام العناية المشددة. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن أنه سيتم السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والمراكز التجارية والسفر أيضا داخل البلاد ابتداء من يوم الخميس المقبل، مع تخفيفها لمعظم القيود التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت أردرن إنه يمكن استئناف الدراسة في المدارس بدءا من 18 من شهر مايو، في حين سيتم إعادة فتح الحانات ابتداء من 21 من شهر أيار. أما عربيا، فقد أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن أعلنت عدن مدينة موبوءة بعد ازدياد حالات الإصابة هناك إلى 35 حالة من بينها 4 حالات وفاة. وأعلنت وزارة المالية في السعودية عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في حين أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1912 حالة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي المصابين في المملكة إلى 39,048 إصابة. في مصر أعلنت السلطات عن تسجيل 436 إصابة جديدة بكورونا، ليزداد عدد الإصابات في البلاد إلى 9,400 حالة، بينما جرى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض، حيث أعلنت عن 781 إصابة جديدة نتيجة إجراء 29,000 فحص، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 18,198 إصابة. كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1065 إصابة جديدة بكورونا، على الرغم من بدء سريان قرار الحظر الشامل في الكويت الممتد حتى 30 من أيار الجاري. في الجزائر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 189 إصابة جديدة بكورونا، ليزداد العدد الإجمالي إلى 5,558 حالة. كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر، ما يزيد عدد حالات الوفاة إلى 494 وفاة. في سوريا، وبالرغم من المخاوف من ارتفاع حاد أو ارتفاع حدة انتشار فيروس كورونا، أقرت حكومة نظام أسد السماح للكنائس بفتح أبوابها لأداء الصلوات والقداسات ضمن إجراءات لتخفيف العزل في البلاد. في دمشق تفتح الكنائس أبوابها أمام المصلين بعد أكثر من شهرين على الإغلاق نتيجة انتشار فيروس كورونا. العديد من الكنائس عادت إلى قداساتها، مثل الكاتدرائية المريمية وكاتدرائية مار جرجس وكاتدرائية سيدة النياح وكاتدرائية مار سركيس وغيرها، ملتحقة بالمساجد التي أعلنت عودة صلاة الجمعة الأسبوع الماضي. بلش نفتح الكنيسة كتجربة الحقيقة، بس تنشوف حرص العالم ونقدر يعني ناخذ إجراءات التعقيم كاملة، و
يعني الحمد لله ملتزمة العالم نوعا ما، وفي تباعد منيح بين العالم. نتمنى نستمر وإن شاء الله تكون يعني هي هالفترة الأخيرة من الانقطاع ونرجع لكنعيسنا. وتؤدى الصلوات والقداديس حاليا وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية، فضلا عن التعقيم عند أبواب الكنائس، إضافة إلى إغلاق دورات المياه وعدم حضور الأطفال والمرضى. افتتاح الكنائس جاء رغم العديد من المخاوف من أن يتسبب هذا الإجراء في تفشي فيروس كورونا، خصوصا وأن البلاد لم تشهد ذروة للتفشي بعد، في ظل تعتيم كبير عن عدد الحالات الحقيقي في سوريا من قبل حكومة نظام أسد. بدأت بعض الدول إعداد مطاراتها لاستئناف الرحلات الجوية خلال الفترة القادمة بعد أن تم تعليقها منذ أواخر فبراير الماضي للحد من تفشي وباء كورونا، وتحرص البلدان على إعداد تلك المطارات بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، كتوفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين لرحلاتهم. عودة تدريجية لخطوط الطيران بعد شلل تكبدت فيه الشركات خسارة كبيرة يتوقع أن تصل إلى 314 مليار دولار بعد أن تم تعليق الرحلات منذ أواخر شباط الماضي للحد من تفشي وباء كورونا. ففي وقت أعلنت فيه بعض الدول العربية تجهيز مطاراتها لاستئناف الرحلات الجوية خلال الفترة القادمة، كان مطار دبي في مقدمة المطارات التي أبدت استعدادها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لاستئناف الرحلات وحماية المسافرين وأطقم الطائرة. ومن أهم الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها المنظمة ارتداء أقنعة الوجه واستخدام أجهزة الكشف الحراري للإطمئنان على صحة المسافرين، إضافة لتوفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين لرحلاتهم. دول أوروبية وفي طليعتها بريطانيا تكشف النقاب عن خريطة لتخفيف الإغلاق على مستوى البلاد، مع التقيد بالالتزام بأقصى درجات الحذر لتجنب تفاقم تفشي المرض في بريطانيا. رابطة الخطوط الجوية أكدت أن بريطانيا ستفرض نظاماً صحياً إلزامياً لمدة 14 يوماً للوافدين الدوليين لوقف انتشار الفيروس، رغم تأثير هذا الإجراء على الطيران والسياحة، حيث لن يأتي الزائرون والوافدون إلى المملكة المتحدة إذا استمرت إجراءات التباعد الاجتماعي. أعاد الإيطاليون إحياء زراعة الأرز من جديد وإنتاجه بكميات ضخمة بعد أن كان شبه منسي خلال جائحة كورونا، متجاوزين المعكرونة المفضلة لديهم. مع انتشار الوباء التاجي في جميع أنحاء العالم، استنزف الاقتصاد العالمي بسبب إجراءات الحظر والإغلاق العام، وشارفت عدة دول كبرى على إعلان أزمة اقتصادية محلية قد تودي بها إلى الإفلاس. على عكس إيطاليا التي بالرغم من أنها تضررت كثيرا بسبب كورونا، إلا أنها استفادت بارتفاع استهلاك الأرز المحلي، وتحديدا في شهر أبريل ومايو، واللذان يعتبران شهرين رئيسيين لإنتاج الأرز. وباعتبار أن إيطاليا تعتبر الرائدة في إنتاج الأرز، فإن 95% من الإنتاج يتركز في ثلاث مقاطعات متجاورة، هي بافيا في لومباردي وفيرتشيلي ونوفارا في بيدمونت، حيث تم زرع 220 ألف هكتار وإنتاج 1.5 مليار كيلوغرام، وهو ما يمثل حوالي 50% من إجمالي الاتحاد الأوروبي، حيث إن هناك 4200 منتج للأرز في جميع أنحاء إيطاليا. خلال فترة الوباء الطارئة تمت إعادة اكتشاف الريزوتو والأرز، وأصبح هناك ضغط على محلات السوبر ماركت، والأرز كالمعكرونة أصبح له مكانته في المطبخ الإيطالي مجدداً، وتم تجاهل الريزوتو قليلاً. وفي الأسابيع الستة الأخيرة للوباء زاد استهلاك الأرز في إيطاليا بنسبة 47% متجاوزاً استهلاك المعكرونة.
من المقرر أن تستأنف أندية الدوري الدنماركي نشاطاتها أواخر الشهر الحالي، لكن وتماشياً مع الوضع الحالي بسبب انتشار كورونا، ستلجأ الأندية لتثبيت شاشات عملاقة حول الملعب تظهر وجوه المشجعين وتفاعلهم مع تطورات المباراة. نتابع. تستعد أندية الدوري الدنماركي للعودة إلى المنافسات في أواخر الشهر الجاري، ومن أجل تعويض غياب الجماهير عن المدرجات لجأ نادي أرهوس إلى حل يسمح للمشجعين بحضور المباريات بشكل مباشر ومن دون الانتقال إلى الملعب، حيث سيثبت شاشات عملاقة حول الملعب تظهر وجوه المشجعين وتفاعلهم مع تطورات المباراة. التقنية المرتقبة سيجري تفعيلها مع تطبيق زوم الذي سيمكن اللاعبين من سماع تفاعل الجماهير، وهو ما يخفف قليلا من أثر غياب المشجعين عن مدرجات الملعب خلال فترة مقبلة بسبب تداعيات كورونا. كما أطلق النادي موقعا إلكترونيا لطرح تذاكر مجانية محدودة للمشجعين. وكان نادي ميدي تيلاند قد أطلق فكرة أخرى تتمثل في تخصيص شاشات عملاقة حول الملعب تسمح للمشجعين بمشاهدة المباريات وهم جالسون داخل سياراتهم. اليوتيوبر السوري كريم ما زالت مقالبه المضحكة مع عائلته مستمرة في فترة الحجر المنزلي، حيث حصلت هذه الفيديوهات على مشاهدات عالية جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا مشاهدينا نقول قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة أخبار كورونا، وقانا الله وإياكم شر هذا الوباء. بأمان الله.